هنا احنا حنروح دلوقتي لمنقرة يوسف النجار. طبعا عملوا مجسم تمثيلي ليوسف النجار، فزي ما انتم شايفين هو مصنوع من النحاس، عشان كده صار لون اخضر، اتاكسد طبعا، عايز تنظيف شغل. المهم احنا حنروح للكنيسة اللي انبنت ب 1914، بس هو طبعا كان ليها بناء قبل كده، وهي فيها بعض الاثار اللي كانت متواجدة خلال فترة يوسف النجار. يوسف النجار راجل عجوز بالضبط، عجوز. هلا في اختلاف بين تقليد وتقليد. هلا في تقليد مثلا الكاثوليكي بيقول تقريبا عمره ما يقارب 30-34 سنه. لا لا، في عندنا، استنى اقول لك، التقليد في عندنا ارثوذكسي بعضهم بيقولوا 70 سنه شيخ. التقليد القبطي الارثوذكسي بيقول كم عمر يا ابونا؟ بيقول كبير 90، لانه متقدم في الايام. بالضبط، كان متقدم في الايام، وهو الاصح انه كان متقدم، كان كبير عشان يقدر يحتوي السيده العذراء. حتى الايقونات الارثوذكسيه بتبين شعر يوسف النجار ابيض لا، عشان يقدر يحتويها ويحافظ عليها بالفتره، وخاصه من افتراء هيرودس. حاجه تقريبيه اصلا، كان كمل لغايه الصلب، لكن احنا ما شفناهوش في الصلب، كانت نيه. طب يلا بينا على الكنيسه، يلا على الكنيسه. على الكنيسه. طيب حبايبي احنا ماشيين دلوقتي للكنيسه عشان نشوف منطقه يوسف النجار. هلا عمره مش محطوط، بس التقليد احنا كل ده حدود الناصره، انه كبير كل ده، احنا في الناصره مش كده لسه. على فكره معلومه، في عمر 90 سنه دي اتعلمتها من الكهنه فوق الاقباط. ايوه عشان كده بتعلم كثير. ليكم الفضل ابونا. لا العفو، الله يخليك يا رب. حق طيب، هنا زي ما انتم شايفين برضه مخطط للبازيليكا بتاع الكنيسة. هنا دي الكنيسة اللي كنا فيها. طبعا هنا المنطقة المظهر الملاك للسيدة العذراء، خاصة انه في المنطقة دي البيت المركز بتاعها. فاحنا طلعنا، يعني هو يوسف النجار كان بنفس المحيط، نفس الدايرة، يعني بنقدر نقول هو جارها. الكنيسة دي انبنت ب 1914، طبعا ليها اصول من القرن الثاني عشر كمان، لانه جه الصليبيين وبنوها، ولكن للاسف اتهدمت. فاذا بنطلع هناك يا قدس ابونا، بص بعض الاثار القديمه، حتى اذا بنلاحظ بطريقه هنا حلوه، بص حضراتكم، ده من البناء الكنيسه الاولى. في اوكي، بس حصل تهديم، حصل تهديم، عشان كده صار تغيير. بس نشكر الله انه بنوا الكنيسه فوقها، فوق منطقه يوسف النجار. دلوقتي حننزل لتحت علشان نشوف المواقع اللي هي كان متواجد فيها يوسف النجار. حاضر، هم قفلوا الطريق من هنا، حنفتح من هنا. هو مضبوط بنوها ب 1914، بس في الواقع هي انبنت قبل كده، لانه هم زي بيبنوها بياخذوا بعض الاثار وبيثبتوا عليها وبيبنوها. طيب احنا حننزل لتحت، لانه الاثار الحقيقيه موجوده تحت. ممكن نلاقي هلا هي اللي كانت كلها مفتوحه يا تصابونا. ما كانش طبعا قبل 1914، ما كانش كده. هنا زي ما بتلاحظ هنا، بص حضرتك، بتلاقي مصارف للمياه. ده بيسموه سيسترين، يعني حاجه يحفظوا فيها سيسترين، حاجه يحفظوا فيها الميه، لان هم بحاجه يشربوا من الميه زي البير خلينا نقول. وهنا اذا بتبص يا ابونا معايا والاخوه، بنشوف الدرج ده، والدرج ده يا اخواننا كان من فترة السيد المسيح وما قبل، يعني قبل كده. بعدين حصل ايه؟ حصل تهديم للموقع. في عندنا هنا معمودية من فترات مختلفة، منها الفترة البيزنطية، وهنا بيبين ابونا هنا بيبين في الداخل موجود ايه؟ اللي هو الطابق التحت،
التحتي هنا الكنيسة، هنا الطابق الثاني، والطابق الثالث اللي هو اللي بينزل الدرج اللي احنا شفناه من شوية. طيب حنشوف بقى تحت ايه الدبير اللي تحت دبير؟ هناك اللي شفناه تحت هو بير للمية. هنا يا اخواننا زي ما انتم شايفين صار تهديم برضو للكنيسة. بص البازيليكا هناك، هناك شفتي عصابونا؟ دي من الفترة الصليبية، يعني من القرن الثاني عشر، وفي عندنا حاجة من برضو القرن الرابع كان يستخدموه جرم معمودية. بص هنا ممكن نشوف بقى الدايرة دي، هو ده جرم المعمودية، يعني كانوا يعمدوهم في البدايات لأنه دي طريقة كويسة. ده القرن كان، ده القرن الأول بقى مش كده؟ في البناء الأول هو بالفعل من القرن الأول للميلاد، يعني معمودية دي من القرن الأول بقى، معمودية دي من القرن، من القرن ما بعد القرن الأول طبعا. بعدين بنوا بفترة القرن الرابع، وبعدين جه الصليبيين. هنا بنطلع لفوق، فوقها طبعا بنوا فوقها الصليبيين، وبعد الصليبيين بنوا الكنيسة العليا اللي احنا شايفينها دلوقتي ب 1914. تمام، حلو كده. هلا الكنيسه طبعا كانت اجزائها كبيره، فدي بيسموها الهيكل بتاع الكنيسه. فنشكر الله يعني بعض البقايا الحنيه او الهيكل نسميها حضن الاب عندنا بالضبط. فهي دي زي ما انتم شايفين طبعا باتجاه الشرق، ما عدا في كنيستين، في كنيسه الدمعه اللي حنروح نشوفها الاتجاه مش بالشرق، هي اتجاه اورشليم باتجاه القدس. حلو كده؟ تمام؟ جنوب هو ازاي ده؟ جنوب ده ازاي ده بيت يوسف؟ شو هي بنت العذراء كانت في بيت يوسف؟ هلا انا قلت هلا نفس المنطقة دي عبارة عن حي، حي. وانتم طالعين السلالم في كثير سألوني، قالوا لي ايه دي عند الكنيسة؟ مش شفت زي مغارة وكذا؟ دي كلها كانت قرية. هلا مع بناء الشوارع صار في اشياء، مع البناء اللي عملته الكنيسه كمان في اشياء من الاثار الاصليه اختفت تلاشت. هي ست العذراء بعد ما طلعت من هيكل راحت بيت يوسف. بالضبط بيت يوسف، فهنا المكان المحيط ده اللي كان متواجد فيه السيد المسيح وعاش فيه على فكره. طب ما اللي احنا البشاره هناك، البشارة بيت السيدة العذراء، اللي كانت عايشة فيه، بس أبوها وأمها ولدوا في بيت لحم، في القدس، عشان كده في كنيسة اسمها سانت آن القديسة حنة. فحنروح كمان نشوف موقع الكنيسة. يعني هناك بيت العذراء، هناك بيت العذراء وهنا بيت يوسف النجار. بالضبط. هو فرق كيلو بينهم يعني. لا أقل تقريبا 350 متر. 300 متر. 250 300. مش بيت البشارة. اللي ما كانت في بيت يوسف النجار ده مش لها. لا البشارة يا أختي هي في بيتها لما ظهر فيها الملاك كان. هي خرجت من هيكل على بيت يوسف. لا بيتها مع اهلها مش مع يوسف، بعدين بعد كده ما هي مش كانت خطبه. ايوه بس هي جت هنا، كانت هنا يسوع المسيح قضى 30 سنه في الناصره، والثلاث سنين كانت يقول في بحيره طبريه اللي هي كفر نحوم. كفر نحوم في حسب الكتاب المقدس في المكان ده، في المنطقه دي، في المنطقه دي، في الناصره. كل دي الناصره، كل دي الناصره، احنا في الناصره القديمه. ده القبو اللي بينزل للموقع بتاع يوسف النجار، لأنه كانت الناصرة زي ما انتم شايفين كانت هي أكثر تحت وصار تهديم، فالآثار كلها مش متوفرة، مش موجودة كل ده تهدم وتعمل بسبب الهدم. فكويس إنه في بعض الأشياء نشوفها. أنا متكلم عن سنين أكثر من 2000 سنة. عوامل الطبيعة، عوامل برضه بناء الشوارع طبعا، كل دي لعبة دور كبير. نطلع من هنا ولا من داخل نطلع؟ خلينا من داخل، تعالوا من هنا، تعالوا عشان بلاش حد يتدخل.